أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج صريح جدا. موضوعنا لنهار اليوم يتعلق بالانتخابات، والسؤال: لماذا البعض من النساء المترشحات يحجب صورهم في الملصقات الإشهارية؟ تابعوا معنا آراء المواطنين من مدينة أضرار. احنا شفنا كي شفنا القوائم تاع الانتخابات اللي راه معلقينهم، شفنا واحد الظاهرة نوعا ما غريبة شوية، هي متعلقة بالنساء. يعني تلقى النساء بزاف يحطوا الأسماء نتاعهم في القوائم بصح ما يحطوش التصاور تاعهم، وتلقاهم أغلبيتهم يحجبوا الصورة تاعهم. يعني احنا بغينا نوجه لهم رسالة، إذا كان أنت كمترشحة ومترشحة لمنصب أو مسؤولية كما نقولوا غدوة راح تواجهي ناس إذا ربحتي في الانتخابات، احنا ماذا بينا اليوم حتى تكون عندك الشجاعة وتحطي الفوتو تاعك. إذا ما عندكش شجاعة اليوم غدوة ما نظنش تكون عندك شجاعة وين تواجهي الناس وتواجهي بالك تلقي خطاب وتواجهي وتكوني أمام بالك مئات أو آلاف من الأشخاص. يقول لك علاه المرأة كي تشارك في الانتخابات في لا ليست تغطي وجهها. مادامك أختي مش باغا تبيني وجهك، علاه تحطي روحك في الانتخابات؟ علاه تحطي هذه المسؤوليه في رقبتك وتغطي وجهك؟ انا ضد هذه الفكره، وهذا كيما نقولوا وضع سلبي بالنسبه لي انا. ونتمنى نتمنى نتمنى اللي تبغي تشارك ولا تكون تحت المسؤوليه، يعني تكون قد المسؤوليه وتكون تعرف واش دير. مادامك باغا تغطي وجهك ما لا علاه تشاركي. وانا تمنيت اني نشارك، الله غالب يعني الظروف تاع القرايه ما خلاتنيش اني نشارك. هذا ما كان انت ان شاء الله المستقبل، يعني على ما جاي ان شاء الله نكونوا معاصرين ونشاركوا ان شاء الله. يعني المفروض انها يعني ما تبان في الوسائل الاشهاريه، وراح تمثل فئه من النساء اللي راح يكون عندهم دور في المجتمع. احنا كمواطنين من حقنا نعرفوا شكون هذا الشخص اللي راح ينتخبوا عليه، وشكون هذا الشخص اللي راح يقود الامه، وشكون هذا الشخص اللي راح يمثلنا. انت تنتخفي لي الصوره نتاعك، كي ندير ونعرف نتواصل معك في الاداره، كيف ندير ونتعرف نتواصل معك في نطرح انشغالاتي ولا المشكل نتاعي باش نوصلوا الى السلطات. احنا نتمناو انه المترشحات ما عندهمش مشكله باش ما علاه على ما يبانوش. احنا يهمنا انه يبانوا، خاطر علاه هما راهم ديجا راهم حابين يديروا حاجه نبيله، وراح يشاركوا في المجتمع ويشاركوا في اختيارات المجتمع ويشاركوا حتى في التنميه تاع المجتمع. يعني احنا نتمنوا الدور تاع المرأة، والمرأة هي تاني هي يعني راهي كيما نقولوا عنصر فعال في المجتمع، ومادا بينا ان شاء الله يعني تكون مشاركتها ما تعيق حتى في شيء. والله السلوك هذا هو مانيش عارف انا كيفاه السلوك هذا هو، انه واحد مترشح يدير الصورة نتاعه ذاك ويدير المقترحات نتاعه اللي عنده. نعم هذا السلوك هو ماهوش. كيفاش غاديين يعرفوها هي مغطيه وجهها؟ صافي راحت ثاني في البرلمان راح تغطي وجهك. ماشي حاجه مقنعه زعما باش الانسان كي تكون الصوره ويكون البرنامج تاعه ويحكي على البرنامج تاعه ممكن يكون فيها، بصح الا كانت الصوره محجوبه ما. كيفاش غادي توصلي الشغاله تاع المواطنين مادام مغطيه وجهك؟ نهار واحد اخر في البرلمان كي دير توصلي راي المواطن؟ هذه فكره سيئه وسلبيه، مادام باغا تغطي وجهك ما لا ما تشاركيش. انا ضد هذه الفكره صراحه. واللي تكون باغات محافظه تقعد في دارها ولا ما تشاركش كاع نهائيا. هو المستقبل ان شاء الله باقي راح يمثل مش نقولوا منطقه من مناطق، ودوك اذا كان هو ما يحبش يبين وجهه انسى هذيك انسى. تحس دير النقاب ما نقدرش نقول لك انا لازم تنحي، هي هكذاك عقلية تاعها، هي لازم دير التصويره نتاعها، ولكن كاين القوانين اللي يقول لك يعطوهم تصريح باش ما يديروش تصاويرهم. ولكن هو المواطن باش يشوف الشخصيه هذه لا اسكو باش يفوتي عليها ولا والو، ملي ما ديرش التصويره نتاعها يعني راه هنا ثاني نقص في تال ذاك المترشح ولا ذاك الحزب ولا ذاك القائمه الحره اللي راهي غاديه ممكن ما يفوتيش عليه، ما يعرفش يعرف لا السميه ما يعرفش ما يشوف التصويره، كان اللي يعرف التصويره ما يعرفش السميه. انا نشوف باللي المراه اللي تحجب الوجه نتاعها في الانتخاب راهي تشكل مشكل بالنسبه للقائمه ككل، لانه علاه كاين انسان اللي يكون عارف الاسم نتاعها وكاين اللي يكون عارفها في الوجه نتاعها. رانا نشوفوا باللي غطات وجهها شكون يقد يعرفها؟ حتى واحد ما يقد يعرفها، ممكن يعرف كاين اللي يعرفها ناسها ولا العائله نتاعها،
بالصح بالنسبه للمجتمع ككل ما يعرفهاش. بالنسبه للمترشحات النساء لما يوضعوا لما يترشحوا للمنصب في الانتخابات نغنى نشوفهم انهم يباروا لي فوطو نتاعهم، يعني ما يبانوش. يعني هذه النقطه يعني بالنسبه لي انا شخصيا ما نعارضها. لماذا؟ لانه كونك انك خيرتي انك تكوني مترشحه وانك تمثلي الشعب، من حقه هذا الشعب اللي راح يمد لك صوته انك انه يشوفك وانك تلتقي به، مش تحجبي عليه الصوره نتاعك. انت الشعب من حقه انك تلاقي به على المباشر. يعني الشعب كيفاش راح يتعرف على واحد وهو اصلا ما شافوش؟